شكرا لديان وسوليفن ومتابعين حلقتنا لليلة بمن الآخر وهلا عايشين سوا. ما اكتفيت بأنها تكون زوجة السوبر ستار بل قررت تكون سيدة أعمال ناجحة من 13 سنة بخط المجوهرات الخاص فيها. امرأة رائعة من راسها لكعب إجريها، ميزتها هدوءها ورصانتها. رحبوا معي بجيهان علامة. هاي اهلا وسهلا. شانا اول اسبوع تفضلي. هلو جيهان علامة، اهلا وسهلا فيك. هاي بيير، كيفك؟ كله تمام؟ اليوم ونص ما شفتك اشتقت لك. لا بس عن جد بل يوم ونص في فقدة. ايه طبعا اكيد. سوبر ستار كيفه؟ سبع راضي على اللوك؟ هو بيقرر كيف تطلع بطلالاتك السعرية؟ لا هي ابروفد، يعني هو قبل ومش الحال. بحب يتدخل شوي. اليوم خالد ولا اي صاروا كمان بيتدخلوا؟ كثير مش شوي. ثانك يو. كمان شو بيقولوا لك؟ شو النصائح؟ دغري، يعني عندهم الرياكشن السريع. بتعرف اوقات بنقذوك، بكون لابسه شغله بقول لي مام، بقوم انا هيك بتطلع بصير عم برجف انه انا هلا ظاهره. مش عم بقول لك واو. لا بتعرف بقول له مثلا اكثر شيء لوي عندي. لوي شو في؟ اللي لا مام بس هاي الكربينه شو قصتها؟ بتعرف الصبيان شوي بيستغربوا موضة البنات. نحن سكربينتنا غريبين. طيب جيهان علامة، بتحسي الطريقة يلي كمان بيقولوا لك أو بيعطوك رأيهم هي بيصفوا مع بيون ولا لا؟ كثير بصير فيها التناقض؟ اندايركت ايه، بتحس إني عم بيعطوها أوت أوف يعني بيون شو بحب. شو بحب؟ وتعودوا. عينه ضيقة؟ شو بحب شو؟ شو بحب بإطلالتك؟ شو بحب الهيدا؟ هلا هو بحب الاشياء الديسكريت، يعني ما بحب كثير الاشياء الاوزي. نعم. بس انه بنجرب الموضه، بس صعبه يعني. صعبه انه الموضه حلوه والواحد بده يمشي شوي. هلا اوكي بياخذ منك كل شيء وشوي شوي من كل شيء، وانا هيك بفضل يعني، اصلا هي شخصيتي. جيهان عم تحتفلي السنه بمرور 13 سنه على تاسيس خط خاص فيك. السنه كنت موجوده بكان، ومش أول سنة كنت موجودة كمان بمهرجان كان للسينما. هاي تاني مرة؟ يا هاي تاني مرة، غير الجرامي ميوزك أورد والأوسكارز للفيلم. طيب وقت تكوني موجودة بفستيفال دوكان شو بتكون عم تعملي على المظبوط؟ أوكي نحن بنكون عارضين برايفتلي يعني للستارز والسليبرتيز، بنكون داعيين كثير صحافي. لابسين زيت الشيء اللي بتصير اليوم؟ يس صح. نعم هيدي الموديل بفيديو كليب راغب. سو كمان نحن يعني بنعمل على صعيد شوي هي برايفت مش بابليك. الناس بيفكروا انه انا رايحه ان بابليك يعني انه عارضه وهيك. لا ما بتكون هي هيك، هي بتكون اكثر للميديا كفرج. ميديا كفرج برايفت فيزيتس بتعملهم لكل شخص. وبتلبسي كمان ال بنلبس الستارز اللي بيكونوا هن رايحين عندهم ايفنتس على ريد كاربت. السنه مين لبستي؟ هلا غير كيت ميلر في كثير صراحه اسامي تعرفت عليها جديد. شوي كانوا طاغيين الفرنساويه هالسنه. بتحس الامريكانز كان عندهم غياب قوي. وبالمجمل كان غياب البيك ستارز قليل جدا. قليل جدا. بكليبات راغب دائما دائما موجوده، يعني دائما مجوهراتك موجودين بكليبات راغب. عم تاخذي نسبه يعني؟ هو بيدفع لي. أدي أدي. هلا أنا بقبل إنه حط بالفيديو تاعه، بعمل له سعر. بتسيري. ولا كتر خيرك عن جد، يا ريت كل مرة بتليك. طيب ما أنا بضوي له كمان الموديل ما بتكون كتير حلوة صح؟ آخر موديل كتير بشع عن جد. أنت بتنقي الموديل ولا هو؟ لا أنا ولا هو، في حدا بده قرص ديني خضر. خضر أنا قلت. إيه. هو اللي بنقيه؟ آخر مرة قلت له بعدين معك، هيدي كثير حلوة، شو بنعمل؟ بس كيف بتعيشي؟ قال لي لا واللي جاي أحلى. قلت له كلهم بتشين قدامي. أكيد كلهم بتشين قدامي، أنا بوافق هيدا الرأي. ليلى؟ كيف بتعيشي هالسيتويشن؟ يعني راغب محبوب من كل النساء في العالم العربي، وانت ما بتغاري شوي؟ كيف بتعملي؟ بتحرقسيه شوي تاخدي مودلز حلوين كمان تيغار هو كمان، ولا شو بتعملي؟ هلا انا راغب ما فيك تحرقسيه.
هيدا مزحة قوية. بصراحة تعودت. أنا لي كتير زمان مع راغب، يعني بحس فيني أقول من أنا وصغيرة عن جد بلشت حياتي معه. قديه لكم سوا؟ بس ما تحسب إنه على ما رح اقعد حتى ولا اعرف عمرك ولا اعرف عمرك، بس خبرينا سوا غير شيء بعرفك. قلنا هلا بلشنا 21، بس كان عمري 16 لما تزوجت، يعني 21 زيد 9 ناقص العمر كله. اسم الله ما انا هيك في كثير ناس ثانك يو بدهم يسالوا عن العمر، بصيروا يقولوا لي قد ايه لكم مجوزين؟ قد ايه عمره راغب؟ قد ايه؟ طب ما خلص اسالوا قد ايه عمري، يعني عادي. جيهان سؤال، هو عايشين سوا بس انا بدي اقلب ال، انت يعني اسم الله حلوه كثير، وهيدا يمكن حتى اندر ستيتمنت، فيري تالنتد، لانه شفنا شو عم تعملي وكل شيء. طب تتخيل اوقات لو ما تعرفتي على راغب ولو ما تجوزتي شو كانت حياتك اليوم؟ يعني اكيد فكرتي فيها شي نهار؟ لا لا، انا وصغيري كنت دائما احس احساس غريب. قبل ما اتجوز كنت احس انه أنا مش رح أتجوز حدا عادي، ما بعرف ليه، يعني هيك كنت يعني دايما عندي. يعني البرنسس رح يجي على البرنس على لا الحصان الأبيض؟ لا مش هيك، لأنك أنت ما منك بعرف. عادية وجمالك منه عادي، شو لازم برنس شارمون منه عادي؟ ثانكيو إتس إيزي ثانكيو من ذوقك. نو ريلي ما بعرف ليه كنت حس هيك، وهيك عندي هالفكر بس ما كنت كثير أحكيه، بس كنت حسه انه ما بعرف. بس في شيء مثلا كنت حبيتي تعمليه هلا مع مثلا تكوني ان اكترس او لا او لا ماني حدا انا بحب كون بالفن ابدا. واذا لو كان عندك مع اني كثير بمثل هالهوايه هيدي عجب اوت اوف اكسبيرينس. اوقات كثير بمثل على راغب ما فيك مش اوت اوف اكسبيرينس، ما فيك مش بالفن. بس هلا فضحت حالي قدامه على التلفزيون. لا انت كيف عم تقولي منك بالفن؟ ما انت ارتست اساسا. اي قصدي الفن كعم بيسالني ممثله وهيك، بس اكيد بالفن كنت قدرت سالتك غير شيء، يعني ميديكال ساينس، انه شيء في شيء باشن كنت حسيتي فيك تمشي فيها لو ممكن. هل الجولري ديزاين انت هيدا الشيء اللي كان بدك تعمليه، ولا هيدا الشيء اجى لانه كنت تحت الاضواء ولقيتي انه هيدا بيتناسب مع اذا بدك المركز اللي وصلتي له واللايف ستايل تبعك؟ هلا انا بالاول دارسه انتيرير ديزاين، ماي تيتشر راشد عن جد ومصمم البيت رائع. اوكي هيدا بشهادته، هيدا بشهادته صراحه يعني. بس ان شاء الله لازم راشد يجي هيك يزورنا ويقول لي اياها. ماي بليجر. بقى وعملت جرافيك ديزاين. سو بعدين انا دعمتها اني درست تكنيكلي كيف ارسم الجولري. بس انت بينتر كمان قويه كثير، يعني مش بس سكالبتر، بتعملي سكالبتشرز على قياس صغير، بينتر لانه بتذكر البينتينجز تبعولي. يا بتذكرها للكاربت السجاده الكبيره ثلاث امتار. بس هيك يو اكسبرس يور سيلف بهيدا النوع من الارت. يعني اللي كنت بدي اسالك اياه انه بتستوحي من اشياء بغير فنون تترسمي المجوهرات تبعك، شو يعني كيف بيجوك الافكار من جهه، ومن جهه ثانيه من بعد اخر مره طلعتي معنا بمن الاخر لهلا شو صار تطور على صعيد الجوري بزنس؟ هلا اقول لك بالنسبه للافكار بقول لهم يا ريت لو هي مشكله ديزاين، عن جد عندي بحس فايد، عندي نهر من الكرييشنز، وانا حدا مش انه برسم، انا بخترع، بحب اخترع، يعني شايف لحالي الكيوب لحالي جيهان ولا بتعطي الدايركشن وفي عندك اكيب يرسموا؟ الفكره لتطلعها لو حطيت اكيب 10 اشخاص يقعدوا يرسموا لك كثير صعبه الفكره. فيهم يرسموا يلي بدك، بس الفكره هي بتفرق على تكي، بس تطلع فكره غريبه كثير. يعني مثل ما عملت الكيوب، كيف طورت الكيوب لهلا بعده، البونبون كيف خلقت من البونبون الكاندي تاعو الاولاد، الجولري لا فيري فيمينين للنسوان يقدروا يلبسوها وكلاسيك. الكيوب عملتيه للرجال ولا للنسوان؟ ايه بوث. جيهان شو سر الزواج الناجح؟ هل هو الحب؟ هل هو الكومباتيبيليتي بين الشخصين؟ هل هو الاحترام؟ او كثير اشياء بعد في كثير تراست تضحيات. شو سر زواج، شو سر نجاح زواجك من راغب؟ هو فنان اكيد، تمبتيشنز كثير كبيره، وانت كثير حلوه كمان اكيد. انت احلى كمان. ثانكس ميرسي جيهان. السر كل واحد بحرق الثاني ساعتها، كل واحد بيعمل بالانس. انا بقول السر هو لما الاثنين بدهم بعض. هيدي اول شيء، لانه اذا بقول لك مني انا لحالي كنت شوي عم بهيدا، واذا منه لا، لانه مني اكثر
مني أكثر، لأنه هو بحالي شوي بدك تكوني أنت مستوعبة، لأنه ستار ولأنه عنده كتير مكونات قوية، بقى بدك تكوني أنت كمان عارفة عندك ثقتك بحالك وعاملة كيانك، عاملة حياتك، عاملة يعني الاتاتشمنت مش كتير. في شيء قريته من يومين كتير حلو، إنه الاتاتشمنت اللي كتير مش منيح، اللي هو التقارب الكتير، إنك تعلق بالشخص. ليه؟ لأنه بصير عندك expectations عالية. يا ريت بتقوليها لكل الأشخاص المتزوجين. لأنه بس تعلقي بالشخص بدون ما تحسي، بصير تطلبي منه كتير، وبس تطلبي منه كتير بصير disappointed، لأنه هو مش رح يقدر يلبي لك كل شيء بتحلمي فيه. طيب جيهان، وقت شخص بيكون ناجح كتير مثل سوبر ستار راغب علامة، وحضرتك اللي ناجحة كتير باللاين تبعيتك، دائما بعرف بيكون في، ما بدي اقول سبق معين، بس راغب بيكون مهتم كثير، عنده حفلات، عنده كليبات، عنده مهرجانات، عنده البومات بده يطلقها، وما بيكون هالقد فاضي لكل الاسئله ولكل اذا بدك الراي اللي رح يعطيك اياه، او التدخل او الفيجن اللي رح يعطيك اياها تيساعدك اكثر بتطوير شغلك. هل بتزعلي من هذا الشيء ولا لا؟ كل هول الاسئله اللي عندك اياهم بتلجا لحدا ثاني، بتاخذي راي حدا ثاني، وما وبتتركي راغب يهتم بالكارير تبعيته. مظبوط. أنا بصراحة راغب حدا بس يكون عنده حفلة في يومين قبل الحفلة، يعني ما أنه فاضي تجي تقول لك حلو هيدا الديزاين ولا لا، شو رأيك بعمل هيك ولا لا، لا ما أنه فاضي، بس هي فيها تكون هيك على قعدة مهضومة عم نتسلى كذا رواق، فيني أسأله. بس أنه إذا هو بالديلي يعني كل نهار وهيك مضغوط ورايح وجاي وعنده أنه ما فينا وقفه، لا والعكس صحيح، لأنك أنت كمان سيدة ناشطة وبتشتغلي. لا أنا حشودة. جيهان، بدي أسألك مازال الفقرة اسمها عايشين سوا، عن راغب سؤال واحد، لأنه نحكي دايما نقول سوبر ستار سوبر ستار، بس بدي أشوف نظرتك أنت بالعالم كله، يعني مادونا، برينس، مايكل جاكسون، ما حدا إنه they're stars so، بس كأنه صار part of اسمه، يعني ما بقى يعني بتقولي سوبر ستار دغري بتفكري فيه، يعني كأنه it's a nickname لإله. لا أبصر اسمه ولا لا أبصر، ما فيها سوبر ستار بل ما نقوله. إيه، whereas إنه بالطبيعة ستار، الكلمة ستار is enough، يعني ما حدا بيجي بيزيد super عليها سوبر تيعطيها شيء. بدك تشوف مين زيدا. ما هيك، ما هيدا اللي أنا بدي أشوفه عندك، شو رأيك؟ هلا انا بشوفه هيك لانه عن جد عنده مسيره طويله، واوقات بحس الكلمه عليه قليله. حياتي يعني شو في سوبرمان. سوبرمان سوبرمان جيسي. اليوم حضرتك امراه عم تشتغلي، وبنعرف اجمالا عن الرجل هيك بالشرق شوي ممكن اوقات ياثر على المهنه عند الامراه، هل راغب بحد شوي طموح جيهان ولا لا؟ لا، لأنه راغب عن جد هو شجعني. أنا لما بلشت فكر بالشغلة، لأنه هو كان حابب، أنه كان عمر أولادي 7-8 سنين خالد ولؤي، ووقتها صار يقول لي أنه حلو تعملي شيء لإلك، كوني مرت فنان كتير صعبة، يعني واحد بوقتها أني فكر أعمل شيء. أخذتني وقت سنة ونص لقدرت طلعت بفكرة الجولري اللي أنا وهو حبيناها وبلشت فيها. بس أكيد ما فيني أقول إنه هو ما حب، لأنه اليوم المرأة ما فيها تشتغل إذا جوزها ما حابب، لأنه شو بحاربها أو إذا ما عم بيشجعها، كتير هو نوع من الدعم لألك. أكيد أكيد، وبيدعمك دائماً راغب علامة، والأولاد كمان بيدعموك دائماً، يعني كمان أولادي كتير وكتير بيقدروا كل شيء بعمله بالفعل. فعلاً يعني. مين بيسأل أكثر شيء أسئلة، راغب ولا أنت بالبيت؟ لا أنا ما بسأل كتير، ما بحكي كتير. لا طب أنا بدي أسألك هالمرة بستين ثانية، بدي أسألك عدد من الأسئلة. إذا بعشر ثواني ما جاوبت السؤال بستين بدك تسألني. هلا الريكور كان 20 جواب، معك بتخيل جوابين بس جربي. بس ما تقوي الأسئلة، لا جاوب بسرعة بكلمة واحدة. تفضل على الكرسي. بقعد هيك. Here we go. جيهان علامة 60 ثانية بدك تجاوب على أكبر عدد من الأسئلة بكلمة واحدة، اتفقنا؟ Okay. جاهزة؟ من الآخر، جيهان علامة زوجة راغب علامة أو أم خالد ولا أي؟ الاثنين. بتفضلي راغب يغمر إليسا أو نانسي عجرم؟ يغمر.
الاثنين. بتفضلي يصير وزير ولا نائب؟ ولا واحدة. حفلة لهيفا وهبة أو مايا ديب؟ الاثنين. الصلح مع أحلام ولا لا صلح؟ صلح. سفر إيكونومي ولا بزنس؟ بزنس. تشيب سينية ولا مش ضروري؟ مش ضروري. لو كان عندك بنت شو بتسميها؟ جيجي. شو أغنية راغب المفضلة عندك؟ تركني لحالي. من الآخر جمال طبيعي ولا تجميل؟ في شي منه. دليدا عياش أو كولات حلانة؟ الاثنين بس بشو؟ سامي جميل أو سعد الحريري مع حفظ الأغراض؟ كلهم بجننوا. فولو لنوال الزغبي أو مريم فارس؟ بحبهم الاثنين. موديل عربية ولا أجنبية مع راغب؟ أجنبية. ومعك؟ موديل معي؟ لا تلبس المجوهرات. الاثنين. 13 جواب ب 60 ثانية ولا برافو. ما كنت مستنصر هالقد يا ركوع. ولا أنا. ولا أنا. أول هيدا التصريح بركية صالح مع أحلام؟ إي والله. عم بيسعى لهالشي؟ أنا ما بحب العداوة بالدنيا كلها. عدوي لازم يكون صديقي. عم جربت تعملي شيء؟ يعني هني منهم أعداء بس الصحافة عملتهم أعداء بصراحة. طب قولي يا شي لأحلام. يعني أحلام لك شغلة عن جد ست مهضومة وعندها كاركتر وعندها شخصيتها بس راغب ما في حدا يكسره ما في حدا يحط راسه نصيحتي إلها ما بعرف. تحية كثير كبيرة لراغب علي من الآخر ليلى بنت خليفة. بالآخر هل عرفت لي وراء كل رجل عظيم امرأة عظيمة لأنك very sweet ومتفهمة وعاطية من عندك كثير تيكون راغب هيك عنده serenity تي يكفي هالكارير كثير طويلة والمحبوبة لهالقد. ساري الخازن من الآخر. من الآخر إذا راغب سوبر ستار أنت بعيوني ميجا ستار. من الآخر جيسي. من الآخر I love your jewelry و I love the fact أنه هو اللي inspired من الميجر اللي عملتيه اللي هو الانتيريور ديزاين. I just love it. Good luck. راشد بحصلي. شو بدي أحكي عنك من يوم يومك ليدي وكلاس ومرتبي يعني راغب عرف شو اختار. مرسي مرسي يعني بعد انه منه هون بس خلينا كمان نقول انه راغب علامه يعني طبع كل حياتنا من الطفوله من بعدها لهلا بنتمنى له كل التوفيق وإليك كمان حده وبالعيله وبتزوجي. وردك علي. انا بدي اقول لك جيهان بحبك كثير بحب ستيلك بحب شياكتك بحب الكلاس تبعك كثير واكيد بنوجه له تحيه لراغب ولاولاد الحلوين هالعيله الحلوه اللي عاملينها انت وراغب بتعقدوا كلكم سوا. ميرسي ميرسي لكم. بدي اقول انه دائما بنشوفه كثير هين نشوف اسمين لامعين بيتزوجوا بعض وبيعملوا علاقه مع بعض بس بنلاقي كثير صعب انسان يتجوز شخص هالقد مشهور ويقدر فعلا يبني اسمه ويقدر كمان يحقق نجوميه لحاله ونجاحات عديده. بدي اقول لك برافو لكل هالمسيره اللي انت فيها. برافو لانه فعلا اليوم اسمك بعده مربوط اكيد بالسوبر ستار بس قدرت تخلقي براند خاصه فيك واخذت اذا بدنا كل نجاحها واخذت مركزها وان شاء الله تضلكم هيك عايشين بكل حب ومبسوطين مع بعض لانه فعلا جو العيله اللي موجوده عندكم ببيت راغب علامه ما بنلاقيها ولا باي بيت ثاني خاصه وقت الاشخاص بيكونوا هالقد مشهورين. الف مبروك لل 13 سنه وعبال ال 100 وشكرا كثير لانك كنت موجوده معنا الليله. ميرسي لكم. ثانك يو.